السلام عليكم. وادي الدحي الذي عرف مؤخرا بمنفذ الدحي أو منفذ الموت في مدينة محاصرة ومعبر مسدود، كانت ميليشيا الانقلاب تخضع العابرين فيه للتفتيش من قبل مسلحين مارسوا أصنافا من الإهانة والإذلال اليومي بحق المدنيين. حتى وسائل النقل التي كانت تنقل المواطنين الراغبين في العودة إلى منازلهم وسط المدينة كان يتم إفراغها من المواطنين وإجبارهم على الترجل ويخضعون للتفتيش والفحص ومصادرة ما بحوزتهم من مواد غذائية ومقتنيات. تقرير منظمة سام الصادر مؤخرا رصد جزءا من تفاصيل المأساة في معبر الدحي خلال عام، وكما جاء في الملخص التنفيذي فقد رصد الفريق 311 حالة انتهاك لحقوق الإنسان ارتكبها مسلحو جماعة الحوثي وصالح في منفذ الدحي غرب مدينة تعز بحق المدنيين العزل أثناء عبورهم من المنفذ. وتنوعت تلك الانتهاكات بين القتل والإصابة خارج إطار القانون والاختطاف والتعذيب والاعتداء الجسدي. كما رصد الفريق حالة انتهاكات عامة تستهدف كل سكان المدينة وتندرج ضمن الحصار الاقتصادي المفروض بكل صوره وأشكاله. المساوي اليمني وضمن إسهامه في حفظ الذاكرة سيتناول تفاصيل مأساة منفذ الموت في مدينة تعرضت للحصار الخانق بالتطرق إلى ما تضمنه تقرير منظمة سام التي أزاحت الستار عن بعض من فصول المأساة الإنسانية في المنفذ. بداية أرحب بضيفي في الاستوديو الناشط الحقوقي والصحفي الأستاذ محمد الأحمدي. مرحبا بك. أهلا بك أستاذ محمد، وأرحب ببقية الضيوف الذين سيكونون معنا ومن ضمنهم مسؤول الرصد والتوثيق بمنظمة سام للحقوق الأستاذ توفيق الأحمدي معنا عبر السكايب. الحميدي. أهلا توفيق الحميدي. أهلا بك أستاذ توفيق. إذن نبدأ النقاش مشاهدينا الكرام لكن بعد متابعة هذا التقرير. الدحي معبر الموت. طوال فترة الحصار الذي بدأ في مارس 2015 كان حصار المدنيين وقتلهم وظيفة دائمة لعناصر ميليشيا الانقلاب المسيطرين على منفذ الدحي الذي يفصل بين وسط المدينة المحاصرة وبين طرفها الغربي. تم تحرير هذا المنفذ من سيطرة الانقلابيين، لكن بعد أن كان شاهدا طوال عام على عدد هائل من الجرائم الوحشية التي تعرض لها سكان المدينة من قتل واعتداء وتحرش جنسي وغيرها من الانتهاكات، منظمة سام للحقوق والحريات ومقرها جنيف أصدرت تقريرا مفصلا عن الجرائم التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي والمخلوع في منفذ الدحي خلال عام كامل. ومن بين الانتهاكات التي قالت سام إنها تمكنت من رصدها وتوثيقها 29 جريمة قتل و181 إصابة و93 اعتداء جسديا و25 جريمة اختطاف وتعذيب و21 جريمة نهب لممتلكات و19 جريمة نهب لمقتنيات شخصية و8 وقائع تحرش بالنساء، بالإضافة إلى منع وصول اسطوانات الأكسجين إلى المستشفيات وتحويل المدينة إلى سجن كبير. تعز التي نالها النصيب الأكبر من انتهاكات حقوق الإنسان خلال حصار جاوز السنة والنصف غابت طويلا عن أنشطة منظمات حقوق الإنسان، وحين حضرت حضرت بوجه غير وجهها الحقيقي. فبحسب نشطاء حقوقيين من داخل المدينة فإن تعز تتعرض لتشويه متعمد من قبل بعض المنظمات الحقوقية المحلية والدولية. منظمة العفو الدولية على سبيل المثال أصدرت تقريرا قبل أيام يقول إن المقاومة الشعبية استخدمت مستشفى الثورة بتعز كثكنة عسكرية ومنعت علاج جرحى حوثيين، ما دفع هيئة المستشفى والسلطة المحلية بتعز لإصدار بيانين منفصلين يكذبان ادعاءات العفو الدولية ويحملانها مسؤولية ما يمكن أن يترتب على تقريرها الذي بدا مستندا إلى معلومات ذكرت في تقرير منظمة محلية تستخدم الملف الحقوقي بتعز لتمرير أهداف سياسية. في الوقت الذي تعز تنتظر من الحقوقيين ومن المنظمات أن تلتفت لمعاناتها ولانتهاكات حقوق الإنسان التي تحدثها الميليشيا في تعز، نجد أن التقارير التي تطلع هي تتحدث بها المنظمات مخالفة للواقع تماما، مخالفة لما نعيشه على أرض تعز منذ أكثر من عام. عامان من الحرب والحصار والنزوح يعيشها سكان المدينة التي تتعثر مساعداتها الإغاثية قبل أن تصل إليها مرة بمنع الميليشيا لوصولها وأخرى بإهمال السلطات التي لم يلمس المواطن جهودها حتى الآن، في الوقت الذي يسمع منها حديثا مكررا بأن تعز تتصدر أولويات الحكومة على المستوى الإنساني والخدمات وعلى مستوى استكمال معركة التحرير من سيطرة الميليشيا.
أجدد ترحيب بكم مشاهدي الكرام وبضيفي هنا في الاستوديو وكذلك عبر السكايب. أبدأ معك أستاذ محمد، تابعت هذا التقرير وبالتأكيد اطلعت على تقرير منظمة سام الخاص بمعبر الدحي، هل أو منفذ الدحي، هل هذا أول تقرير يختص بمكان محدد ورصد فيه الانتهاكات التي قامت بها ميليشيات الحوثي في تعز؟ مساء الخير لك والمشاهدين الأعزاء، ومرحبا بالأخ العزيز توفيق الحميدي. أخي العزيز، أولا حد علمي هذا يعتبر التقرير الأول لتسليط الضوء حول يعني حول منطقة معينة مورس فيها شتى أنواع الانتهاكات لحقوق الإنسان. لكن قبل أن أخوض في التقرير، في الحقيقة هو جهد رائع ويستحق كل التقدير، ويعني في الحقيقة جهد بالفعل متميز. أود أن أشير في البداية أخي العزيز إلى أنه يعني ربما لا يوجد جماعة أو تنظيم مسلح سواء إرهابي أو تنظيم إجرامي ارتكب من الجرائم والانتهاكات بهذا الكم وهذا النوع وبهذه السياسة الممنهجة للانتهاكات والاستهتار بالحقوق الأساسية للآدميين مثل ميليشيات الحوثيين في اليمن للأسف الشديد. لكن في الوقت نفسه بقدر المآسي الناجمة عن الجرائم الانتهاكات التي مارستها هذه الميليشيات بحق المجتمع، معبر الدحي كنموذج، بقدر ما كانت فرصة مواتية لليمنيين أيضا للإطلاع على حقيقة هذه العصابة الميليشياوية الإجرامية وعلى سلوكها الممعن في ارتكاب جرائم حقوق الإنسان والاستهتار بآدمية الإنسان اليمني، وبهذا سواء من خلال الانتهاكات الفظيعة التي مورست أو من خلال الاستهتار أيضا بعدم المسؤولية أو يعني عدم الشعور بالمسؤولية الأخلاقية والإنسانية والسياسية تجاه أي انتهاك يعني. وبالتالي برزت هذه الانتهاكات كما لو أنها صادرة من جماعة منفلتة أساسا أخلاقيا وسياسيا ولا تعول على أي مسؤولية يعني تجاه هذه ربما الانتهاكات. ربما سجلت انتهاكات لم تسجل قبل ذلك بتاريخ سجل حقوق الإنسان فعلا. وبالتالي أقصد أنه يعني تاريخ هذه الحقبة في اليمن نقطة سوداء ستظل في تاريخ اليمن، ظهور هذه الميليشيات وانتفاشتها والانتهاكات والجرائم التي مارستها ستظل نقطة مظلمة ونقطة سوداء في تاريخ اليمن، يعني الأرض والإنسان، وستظل ذاكرة اليمنيين محتفظة بهذه بهذا السجل الموحش أو المتوحش من الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت. ما يتعلق بالتقرير هو خطوة جيدة، صحيح كان هناك تقارير صدرت خلال العامين الماضيين بعضها تضمنت إحصائيات إجمالية عن الانتهاكات سواء القتل خارج إطار القانون أو ما يتعلق بانتهاكات الحق في السلامة الجسدية والمعنوية أو مثلا تقارير حول الألغام. ولكن كيف تقيم أداء هذه التقارير أو أداء المنظمات بشكل عام قبل يعني أن تتفاقم المأساة بشكل أكبر في تعز، والآن عندما يعني تفاقمت وتوجت بحصار لا زالت أثره إلى الآن في تعز؟ يعني أخي العزيز، أي جهد حقوقي ينقل أصوات الضحايا فهو جهد يستحق الشكر والتقدير، خصوصا مع استمرار التحديات خاصة الوضع الأمني واستمرار الحرب يعني في اليمن. ولكن هذا لا يعني بالطبع التغطية عن شغل بعض المنظمات الحقوقية التي حاولت التسوية أو المساواة بين الجلاد والضحية أو محاولة إعطاء صورة غير حقيقية لأصوات الضحايا، محاولة لتمييع الانتهاكات، وهي بهذا الشغل تكرس لسياسة إفلات من العقاب وتحاول تسييس العمل الحقوقي بشكل للأسف يعني غير نزيه، سواء من خلال يعني كما أشرت المساواة بين الضحية والجلاد في التقارير أو محاولة اجتزاء الحقيقة وتسليط الضوء على جزئية معينة ويعني صغيرة في سياق الحالة الإنسانية، وتضخيم أو تسليط الضوء بشكل أكبر على زوايا أخرى
بما يعطي انطباع للآخر بأن انتهاكات حقوق الإنسان تمارس من كل الأطراف بشكل متساوي، بل أحيانا يتم اتهام الضحايا أو من يمارسون حق الدفاع عن النفس بارتكاب انتهاكات تبدو أكثر فظاعة من المعتدي نفسه ومن الميليشيا التي بدأت الحرب، شنت الحرب على المجتمع اليمني، وأقصد ميليشيات الحوثيين. طيب دعنا نشكر الأستاذ توفيق الحميدي مسؤول الرصد والتوثيق في منظمة سام للحقوق معنا في النقاش. أستاذ توفيق، إذا ما بدأنا بالحديث عن أبرز ما تضمنه تقريركم الصادر عن منفذ التحية، أعطينا نقاطا عريضة وما الذي تضمنه من إحصاءات بخصوص هذا المنفذ؟ السؤال لي نعم لك قطع الصوت. أستاذ توفيق، سألتك عن لو حدثت عن أبرز ما تضمنه التقرير الصادر بخصوص منفذ التحية. نعم تفضل. التقرير الصادر من منظمة سام للحقوق والحريات والذي حمل الدحية العبور إلى الموت، وفي حقيقة الأمر الفكرة جاءت لأن هذا المعبر تحول إلى عنوان أسود وذاكرة سيئة لدى المواطن الذي يعيش في محافظة تعز، حيث اختزلت فترة من الفترات الحصار والعذاب والمعاناة في معبر الدحية، حيث كان يتجمع الناس خاصة الضعفاء والمساكين من الأطفال والنساء من الصباح إلى الليل، لكن قوبهت استغلال حاجية الناس بصورة بشعة وبصورة فجأة مورست في حقهم كافة الانتهاكات. التقرير تحدث عن مجموعة انتهاكات رئيسية المتعلقة بحق الحياة، الموت، المتعلقة بحق الاعتدال الجسدي، المتعلقة بالخطف والتعذيب، وضع الناس كدروع بشرية، إضافة إلى التحرش الجنسي. هناك أيضا مجموعة من الجرائم الأخرى التي في الصف الثاني في المستوى الثاني من هذه الانتهاكات تتعلق بامتهان كرامة المواطنين عند هذا المعبر، سواء كانوا رجالا أو نساء أو أطفال، ثم تقييد حركة الناس سواء من داخل المدينة إلى خارج المدينة. والحصار، بإضافة إلى الحصار الاقتصادي الكبير، سواء حصار المواد الاقتصادية والماء والشرب، ومما دفع الغلاء إلى الارتفاع بالصورة جنونية، إضافة إلى حصار المستشفيات خاصة المرضى في هذه المستشفيات، حرمانهم من أبسط حقوقهم الدوائية، إضافة إلى حرمان المدينة من التعليم وتحويل جامعة تعز منبر العلم إلى ثكنة عسكرية. التقرير، نحن كما وضحنا في داخل التقرير نفسه بأنه لم يستوعب كافة الانتهاكات، نحن مدرك أن هناك انتهاكات أكبر، لكن أيضا الراصدون كانوا يعملون في أجواء فيها نوع من الخطر، فيها نوع من الحقايا، كثير من الراصدين تمت مضايقتهم، تم تهديدهم، بالتالي حاولنا أن نضع منهجية تكشف للعالم مقدار هذا الإجرام. نحن أحصينا ما يقارب من 29 حالة قتل، وهي تمثل 8% من الانتهاكات، إضافة إلى ما يقارب 181 حالة إصابة جسدية، وهي تمثل 48%، إضافة إلى 93 حالة اعتداء جنسي ومثل 25%، إضافة إلى نهب ممتلكات، إضافة إلى اختطافات، إضافة إلى تحرش جنسي، والأخطر من ذلك أيضا أن هنالك كان أماكن للجروع البشرية على مستويه، أي أن المعبر نفسه تحول إلى ثكنة لوضع المواطنين البسطاء في كمتيرات كبيرة بجانب نقاط الميليشيات بحيث تقيهم ضرب قوات التحالف في هذه المنطقة. طيب التقرير هو أستاذ توفيق، ما الذي دفعكم للتركيز حول منفذ الدحي، وهل جاء الأمر يعني كنوع من التنسيق بينكم وبين منظمات أخرى، أو بينكم وبين جهات معنية لذلك في يعني في إطار حقوق الإنسان لتحديد أو شمل الانتهاكات وتسليط الضوء على نقاط ربما لا تظهر في تقارير أخرى؟ نحن كنا في منظمة ساب نراعي وضع حقوق الإنسان بشكل عام ووضع مدينة تعز بشكل خاص، خاصة أثناء فترة الحصار، لكن لاحظنا بأن معبر الدحي كان بمثابة البؤرة التي تجمعت فيه الانتهاكات خلال هذه الفترة، وبالتالي بدأت تراودنا الفكرة بأن أغلب الانتهاكات التي تعيشها محافظة تعز، سواء الانتهاكات التي تطال كافة المواطنين أو الانتهاكات الخاصة، منبعها الأساسي أو ربما يأتي من معبر الدحي، وبالتالي وجهنا الراصدين في البداية إلى أننا نريد تقرير متكامل عن هذا المعبر. كان هنالك نوع من التردد من
الراصدين المره الاولى المره الثانيه، لانه ما سبب كانت مخاطر ذلك؟ كبيره جدا عزيز عبد الله. ها كان في مخاطر كبيره لكن انا اقول من هذا المنبر، دعني اقول لك انا بحقيقة أنا في منظمة سام نقدم شكرنا بالدرجة الأساسية لكل الراصدين، سواء الذين نعرفهم بالاسم أو الذين لا نعرفهم، الذين بذلوا جهد جبار، الذين جمعوا المعلومات، الذين التقوا بالناس، الذين خاطروا بأنفسهم، الذين صوروا من قريب وصوروا من بعيد. كانت عملية معقدة أخي الكريم، كان هناك تردد كبير، لكننا في النهاية استطعنا أن نحصل على المعلومات، استطعنا أن نحصل على هذا التقرير. وفي حقيقة الآن كان المفروض يصدر بوقت مبكر، لكن نحن حاولنا أن نجمع أيضا بالإضافة أو نعدل حتى يخرج بهذا الشكل، ليكون نموذج لحقبة تاريخية بشعة من الانتهاكات يستطيع أن يراها القليل في الداخل ويراها البعيد. نعم طيب أرجو أن يعني تتفضل بالبقاء معنا، وكذلك الأستاذ محمد الأحمدي هو بالتأكيد سيظل. تنضم لنا الآن إحدى ضحايا التي تم الاعتداء عليهم في هذا المنفذ، منفذ الدحية، السيدة حورية وابل معنا عبر الهاتف. مساء الخير سيدة حورية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. سيدة حورية، إذا ما تحدثنا أكثر عن هذه المعاناة التي قرأنا الكثير من أشكالها في تقرير منظمة سام، أنت مريت بها بشكل شخصي، حدثينا عن ما الذي حدث لكم في منفذ الدحي ليصل صوتكم كإحدى الضحايا في هذا المنفذ لبقية الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا شكرا لقناة بلقيس لاستضافتنا ولإثراء هذا الموضوع الهام والخطير، والذي بس مجرد السؤال عنها عن معبر الدحي يصيبني بالاكتئاب والحزن والمآسي وتقريب المواجع كما يقولون. يجب أن تعلمون ويعلم العالم قبل الحديث عن معبر الدحي أن حصار تعز ما زال قائما حتى اللحظة. سابقا كان معبر الدحي نمشي بالأقدام، اليوم بالساعات والست ساعات والسبع ساعات تدخل إلى المدينة، وتخرج أيضا بست إلى سبع ساعات حتى تخرج منها. الحصار نفس الحصار وإن كان بطريقة أخرى. طبعا في خوض الحديث عن معبر الدحي، والذي يعني لا أستطيع أن أوجز في هذه الدقائق المحدودة عن أنواع الانتهاكات التي تعرضنا لها أو تعرض لها المجتمع المدني بالكامل. لا أقصد أنا وحدي، لأنني كنت تنتهك حقوقي بالكامل، وأرى أمامي آلاف الانتهاكات وآلاف الأشخاص الذين تعرضوا للانتهاكات. معبر الدحي فقد يعني الانتهاكات كانت صارخة وجسيمة لكل شرائح المجتمع، حتى الوفد الأمي نفسه تم توقيفه، وتم أيضا في الفترة في الأيام القلائل تم إرجاعه من منطقة قرابة تقريبا. يعني كانت الصور متعددة وكبيرة وجسيمة وكبيرة جدا، ويعتبر طبعا كوني ناشطة وكوني رئيسة منظمة أيضا. طيب هذا ما الذي شاهدتي أنت سيدة حورية؟ قانون حقوق الإنسان إما يعني، وسأتحدث لكم عن أنواع الانتهاكات التي تعرضنا لها أنا وأولادي وجيراني وكثير من الأخوات، اللي هي الضرب بعقب البنادق، بالعصيان، الشتم والسب بالألفاظ القبيحة. كان أيضا هناك توقيفنا لساعات طويلة، وحتى أن بعض النساء شرحت لي أنها باتت اليوم الثاني يعني نامت في المعبر. يعني ما تتخيل هذه الانتهاكات التي شفناها، يعني ما وجدت مثلها في عبر التاريخ للأسف الشديد. طيب سيدة حورية، هل هذه الانتهاكات، المعذرة سيدة حورية، الأمر، هل هذه الانتهاكات حصلت لك أنت تحديدا؟ حصل لي ضرب رصاص، أنا وأولادي تعرضنا لضرب الرصاص. الضربة الغاز كانت تؤخذ من يدي وترمى إلى البعيد. وقت الاشتباكات يتركوننا، وقت الاشتباك ما يحصل ضرب رصاص يتركوننا نتعرض للمخاطر. حصل أنه يأخذ مني الحاجة ويرميها ويتلفها.
امام عيني ايضا حصلت يعني اللي تاخذ الاشياء تاخذ ويا اما ياكله او يشربه، ان كانت تشرب وان كانت تؤكل وان كانت ياخذها بالكامل او يتلفها بالكامل. لانني كنت للاسف الشديد كنا احنا ما في حاجه داخل في المدينه بسبب الحصار، كنا احنا مضطر ان احنا نخرج ونجي نجيب اشياءنا، وتحصل لنا كل تلك الانتهاكات اما ان احنا نقف الى 6-7-8 ساعات تقريبا. يوم علمنا بنفسي 8 ساعات خرجت ولم استطع ان اعود، وطابور طويل عريض يعني الاف الناس في الطوابير الى طيب. المغرب بعد اذان المغرب تحدثت عن نوع من المصادره سيده حوريه، تحدثت عن نوع من المصادره، ما الذي تم اخذه؟ عن نفسي وما شاهدته وما تعرض له من انتهاك. يعني ما قدرت أنا أوجز لك، يعني هناك قصص وحكايات ومآسي في معبر الدحي شاهدتها بأم عيني ولامستها مع أنا وأولادي. ما أقدر أقول لك في دقائق كل تلك الأنواع المختلفة والمهينة والمذلة في معبر الدحي. طيب بطبيعة الحال لكم كل الحق في ذلك، وربما المعاناة لا يمكن أن يعني تجمل في تقرير أو في حلقة أو في حتى يعني كتب، لكن هل حدث نوع من التخفيف من هذه المعاناة الكبيرة عندما تم تحرير هذا المنفذ؟ هل تنفستم نوعا من الهواء، نوع من القدرة على الخروج والدخول إلى داخل المدينة، أم أن الأمر لا زال يعني يراوح مكانه؟ يعني شوف، كان نحن الاختلاف فقط ان نحن كنا نمشي في معبر الدحي، نمشي مشي فقط، انه صح منفذ الغربي اللي هو الضباب يعني كان متنفس، لكن الان اذا احنا يعني خلاص بطلت من صعوبة الخروج من المدينة، وهي لا تتجاوز 5 دقائق عشان اخرج من شارع الستير او من فوضان، يمكن نحتاج مني 5 دقائق حتى اصل الى منطقة الفوضان، احتاج 6 ساعات ذهاب و6 ساعات اياب يا استاذ. ما زال الحصار قائم، وان كنا مثل ما قلت نلنا بعض من المتنفس في الجهه الغربيه اللي هي في الجهه الغربيه اللي هي منطقه الضباب، لكن عليكم ان تعلموا واعلم العالم ان ما زالت مدينه تعز محاصره من جميع الجهات وان كانت بصوره اخرى. إذا جزيل الشكر لك سيدة حورية وابل على شرحك لهذه المعاناة، وبطبيعة الحال هي يعني القصص التي ترد من هناك صعبة جدا حتى لاستعراضها ولسماعها، فما بالكم لمن يعيش هذه المعاناة كما حدثتنا السيدة حورية. أستاذ محمد، هذه المعاناة هل باعتقادك أن هي ومثيلاتها تم رصدها بشكل كاف وواف، سواء في تقرير السيد يعني منظمة سام أو في غيرها من التقارير، وهل هناك جهد كافي في هذا الخصوص تقوم به الجهات المختصة، تقوم به حتى الحكومة الشرعية باعتبارها الحكومة والجهة التي يجب يعني تتحمل مسؤولية الإنسان اليمني في نهاية المطاف؟ أخي العزيز، أولا يعني يعجز الإنسان عن التعبير أو التعليق على مثل هذه الحالات والانتهاكات. يعني عندما نتحدث عن ممارسات لهذه الميليشيات فيها إمعان واضح لإهانة الإنسان اليمني على هذا النحو، يعني يتأكد لدينا أنه هذه الميليشيات لا تمت لليمنيين بصلة أساسا، وهي كيان للأسف تظهر هكذا بممارساتها بسياساتها على هذا النحو، كما لو أنها كانت قوات احتلال أجنبية، بل حتى قوات احتلال أجنبية غازية لا يمكن أن تمارس هذا الإذلال والإمعان في إهانة اليمنيين على هذا النحو. هناك قوانين أيضا تلزم حتى قوات المحتل الأجنبي باحترام حقوق الإنسان وعدم إهانة كرامة الإنسان على هذا النحو. بالنسبة للانتهاكات في معبر الدحي، وأنا في الحقيقة أود أن أشير إلى أن معبر الدحي ليس هو المعبر الأول أو الذي فرضته ميليشيات الحوثيين على السكان المحليين وانتهكت فيه هذا القدر الهائل من الانتهاكات. كان هناك معبر الخانق في صعدة في دماج، أتذكر أننا بصعوبة بالغة عبرنا هذا المعبر للدخول إلى دماج،
كان برفقتنا محافظ المحافظة حينها فارس مناع، وانتظر فترة طويلة حتى يأتي الإذن من المسؤول أو المشرف الأمني للدخول، وهو محافظ مسؤول السلطة المحلية في المنطقة. وبالتالي واستمعت إلى شهادات الضحايا عن الإذلال والإهانات التي كانوا يتعرضون لها أثناء دخولهم وخروجهم. إذن هذا ذات الأسلوب. أنا أقصد أنه هناك نمط ممنهج لهذه الميليشيات في سلوكها تجاه الإنسان أيا كان، يعني منذ نشأة هذه الميليشيات على ثقافة العنف والكراهية، وهي تمارس هذا القمع المنهجي الممعن في انتهاك وإهانة الكرامة الإنسانية. طيب. ما يتعلق بالتقارير أخي العزيز، فقط للرد على سؤالك، يعني هذه أعتقد أنها التقرير الخاص بمعبر الدحي. نعم. سيكون بإذن الله باكورة تقارير أخرى تسلط الضوء على قضايا محددة وتعطيها حجمها الطبيعي الواقعي دون أي تزييف، أو وتنقل أصوات الضحايا كما هي دون محاولة تسييس. نعم. كما تحاول بعض المنظمات الأخرى على في الحديث عن دور الحكومة اليمنية وأدائها في الجانب الحقوقي. للأسف هناك ضعف واضح وفراغ كبير لأداء الملف الحقوقي للحكومة اليمنية، وللأسف هذا الفراغ شغلته المنظمات المسيسة التي تستخدم ملف حقوق الإنسان في سياق الاستقطابات الدولية والأجندة التي السياسية لبعض القوى الفاعلة التي تريد إعادة رسم المشهد في المنطقة العربية بشكل عام واليمن بشكل معين على حساب كرامة الناس وحقوقهم وعلى حساب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وبالتالي بالفعل هناك فراغ كبير في أداء المنظمات في أداء الجانب الحكومي بما يتعلق بملف حقوق الإنسان، يجب إعادة النظر فيه، ويجب إعادة ترتيب مسألة التعاطي مع قضايا حقوق الإنسان. و يعني هذا التقرير الذي أصدرته منظمة سام في الحقيقة كمنظمة غير حكومية أساسا هو ثمرة جهود كبيرة للراصدين ومخاطر وتحديات نجحت من خلاله في إيصال أصوات الضحايا بشكل مهني ونزيه وحقيقي، ونقلت الواقع كما هو في قضية معينة هي معبر الدحي والانتهاكات. طيب. التي أستاذ محمد، أريد من السيد توفيق الحميدي أن يشرح لنا أكثر القصص ونماذج من القصص التي يعني تعرض لها التقرير وتم رصدها بداخله، لكن قبل ذلك نذهب مشاهدينا الكرام إلى فاصل قصير، بعده نتابع هذه الحلقة من المساء اليمني، تفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. ربما كان هذا الطفل يتحدث باختصار عن معاناة الناس في تلك المنطقة أثناء ذلك الحصار الخانق ووجود ميليشيات الحوثي بداخل هذا المعبر. أعود إلى السيد توفيق الحميدي معنا عبر السكايب من جنيف. أستاذ توفيق، كان هناك قصة، العديد من القصص التي وردت بداخل هذا التقرير، هناك قصة حنان علوان، هناك قصة الطفل صلاح الدين، حدثنا عن الأبرز أوجه المعاناة الإنسانية التي كانت بداخل هذا، يعني التي رصدها هذا التقرير الذي قمتم به. أخي الكريم، نحن رصدنا مجموعة من القصص، لكن ما يجمع بين كل القصص أعتقد كان امتهان الكرامة الإنسانية. كان هنالك واضح أن هنالك تعاطي ممنهج من أجل سحق كرامة الإنسان وقيمته الذاتية بشكل عام. نحن في قضايا القتل وثقنا مجموعة من القصص، وثقنا شهادة أحد المتواجدين في معبر الدحي وهو يشاهد أحد مسلحي الحوثيين يضع فواهة كلاشينكوف على رأس أحد المواطنين أو أحد المدنيين الضحايا، ثم بعد ذلك يطلق عليه النار بدم بارد. رأينا وثقنا قصة حنان علوان 25 عاما بواسطة والدها التي أصيبت برصاصة قناص، الذين كانوا منتشرين في جميع التباب المشرفة والمطلة على منفذ الدعي. أيضا وثقنا قصة الطفل صلاح الدين 10 أعوام الذي تم استهدافه وقتله قنصا عن طريق هؤلاء القناصين.
أيضا وثقنا قصة بائع الثلج الشهير الذي افتقدته والدته ثم خرجت تبحث عنه فلم تجده بعد أن قلقت عليه، ثم ذهبت فوجدت أن ولدها قد تم اختطافه ووضعه في مدرسة قرب المطار القديم، وبعد رجاء طويل قالت لهم بأن ولدها يعاني من حالة نفسية، طلبوا منها تقرير. بعد الإفراج عنه كان هذا الشخص في حالة غيبوبة من آثار التعذيب، من آثار الضرب، من آثار ما وجد له خلال 5 أيام فقط. نحن أيضا وثقنا قصص وضع الناس كدروع بشرية في هذا الأمر، وأحد الشهود أكد لنا أنه الشاهد عبد الجليل أن المسلحية الحوثيين يأخذون المواطنين الذين كانوا يتجمعون عند معبر الدحي من أجل الدخول والخروج، ثم يضعونهم في كنتونات أو حديدية كانت موجودة بالقرب من معبر الدحي من أجل أن يمنعوا عن أنفسهم ضرب طيران التحالف، يتخذون دروع في هذا الأمر. والأخطر من ذلك كريم، والذي كان يتعلق أيضا بقضايا الامتهان الكرامة، التحرش الجنسي. وانت تعرف المجتمع اليمني كمجتمع محافظ ومجتمع لذو قيمه وأصالته خاصة في جانب النساء، مع ذلك وجدنا هذه التقرير رصد حالة انتهاك وصلت إلى حالة التحرش، حالة خلع أو نزع الحجاب من على النساء، حالة عدم احترام هذه النساء، الاعتداء عليهم بالضرب، التلفظ عليهم بألفاظ بادية. طبعا التقرير رصد كل هذه القصص بالإضافة إلى التقارير العامة التي الانتهاكات العامة المتعلقة بالتعليم ومتعلقة بالعزلة. بشكل عام هل كان تجاوب المعتدى عليهم بداخل مدينة تعز بتحديدا بداخل منفذ الدحي أو عبر منفذ الدحي، هل كان تجاوبهم كبيرا معكم كراصدين، مع الراصدين على الميدان؟ كيف استطعتم الحصول على هذه المعلومات رغم وجود حصار، رغم وجود قصف، رغم وجود معارك أيضا؟ هو في حقيقة الأمر يعني الراصدين في محافظة تعز هم من أبناء المدينة نفسها، وبالتالي هم في نوع من الثقة المتبادلة بين الساكنين والمدنيين في محافظة تعز وبين هؤلاء. الراصد كان يتتبع القصة عن طريق الناس عن التلفون إلى أن يصل إليها، لكن بمجرد أن يصل كان هنالك تعاون كبير كما ذكرت الأخت الكريمة التي أدلت بشهادتها. هم يريدون أن يوصلوا معاناتهم للعالم، هم يريدون للعالم أن يقول لهم انظروا ماذا يحدث في تعز، هذه المحافظة المنكوبة، انظروا لنا ونحن نموت يوميا، انظروا لنا ونحن نقنص يوميا، انظروا لنا ونحن يا أبناءنا يتم اختطافهم وتعذيبهم يوميا. وبالتالي هم تعاملوا معنا وتعاملوا مع منظمات أخرى سواء استغلتهم بصورة أو بأخرى، لكن مدينة تعز أعتقد مدينة مفتوحة لمن أراد أن يعرف حجم الانتهاكات، أعتقد سيجد تجاوبا كبيرا وسيجد قصص مروعة عن حجم الانتهاكات التي عاناها المواطنين في هذه المدينة. ربما كان من أبرز هذه الانتهاكات الانتهاك بحق المستقبل، 30,000 طالب أستاذ محمد من طلاب جامعة تعز توقف تعليمهم، استخدمت الميليشيا الجامعة كسكنة. هذا الأمر هل يتم أيضا لجميع المرافق التعليمية هناك؟ ما الذي يحدث بالنسبة لهذه المناطق التي يفترض أن تكون معزولة تماما عن هذا القتال؟ يعني كما أشرت أخي العزيز، هذه الميليشيات التي تبدو منفلتة من أي مسؤولية أخلاقية أو إنسانية أو حتى سياسية، لا يهمها المصالح السكان المحليين، لا يهمها مسألة التعليم أو القطاع الطبي. هي استهدفت حتى مؤسسات المنشآت الطبية بالقصف والاستهداف المباشر لها، استهدفت طواقم طبية، عملت على عسكرة كل مظاهر الحياة المدنية والسياسية في البلد، ثم عملت على إلغاء ومصادرة كل الحقوق الأساسية لليمنيين، وعملت أيضا حتى على مصادرة الحقوق أو الخدمات الأساسية التي كان يفترض عليها وهي تعتبر نفسها سلطة أمر واقع وإن كانت غير شرعية أن توفرها للناس. كان أمامها فقط هدف واحد خلال اجتياحها تعز، وهو الإمعان في إهانة الإنسان اليمني إلى الدرجة التي لا يمكن تصورها. ما الذي يهدفون، يعني ما الذي يهدف من يقوم بهذه الاعتداءات من امتهان كرامة الناس؟ أخي العزيز، هي أولا هذه ثقافة يعني متجذرة في وعي أفراد هذه المجموعة أو هذه الميليشيات، على مدى سنوات تم تعبئتها بالكراهية ضد المجتمع اليمني وضد الناس، ويعني وتم
غرس مفاهيم مذهبية ومناطقية وسلالية وجهوية ضد المجتمع اليمني بشكل عام، وخصوصا المجتمع التعزي، باعتبار أنها محافظة يعني متعلمة أو مستوى التعليم فيها متقدم، ولديها وعي سياسي أيضا متقدم، وباعتبار أيضا أنها يعني تميل إلى المدنية، وكان لتعز بصمات واضحة على مدى تاريخ اليمن الحديث، بدءا من ثورة 26 سبتمبر لإزاحة الإمامة الكهنوتية التي تعتبر ميليشيات الحوثيين، أيضا امتدادا سياسيا وأيديولوجيا لهذا النظام المستبد. وبالتالي كان هذا من ناحية. من ناحية أخرى، أرادت هذه الميليشيات أيضا كما يبدو بهذه الممارسات القمعية المتوحشة إخضاع الناس بهذه القوة وبهذه الغطرسة لسلطتها، والتسليم بالواقع الذي فرضته بقوة السلاح الواقع اليمني، والرضوخ لهذه الميليشيات ولسلطتها غير الشرعية. لكن مع ذلك استمر أبناء تعز ويعني في مقارعة هذه الميليشيات، وبالتالي يعني هذه السلوكيات وهذه الممارسات، حين تسألني ما الدافع لها، يعني يبدو الأمر يبدو الإجابة فعلا يعني لماذا يعني يفترض أن ترد هذه الميليشيات على الأقل على جزء من هذا السؤال، لماذا تمارس كل هذا الإذلال للمجتمع اليمني وكل هذا الحقد ضد اليمنيين وضد السكان؟ مسألة أيضا اتخاذ جامعة تعز سكنة عسكرية، في الحقيقة كان هناك حتى من قبل خلال الحروب التمرد ضد الدولة في صعدة، كانت هذه الميليشيات لا تحترم قواعد القانون الدولي الإنساني، واتخذت المدارس والمؤسسات المدنية سكنات عسكرية. أنا شاهد عيان في إب مدينتي على اتخاذ مستشفى الثورة في إب سكنة عسكرية، يعني كان هناك المسلحين يدخلون ويخرجون ويقيمون داخل بعض المنشآت التابعة للمستشفى، وبالتالي لا يهمها أساسا يعني أي قواعد لأخلاق الحرب أو احترام لهذه الأساسيات أو لكرامة الإنسان اليمني، بل هي أصلا حين تعمد إلى اتخاذ المنشآت المدنية ثكنات عسكرية، هي تحاول أيضا أن تتخذ من المدنيين دروعا بشرية في مواجهة غارات التحالف العربي، يعني ليس فقط حتى المنشآت، ولكن المجتمع اليمني اليوم برمته يبدو مجرد رهينة بيد هذه الميليشيات تحاول المقايضة عليه للبقاء في سلطتها غير الشرعية. طيب دعنا نشرك معنا في الحوار السيد عمر الحميري المحامي، ينضم إلينا عبر الهاتف من تعز. مساء الخير سيد عمر. أستاذ عمر تسمعني؟ نعم معك. أهلا بك أستاذ عمر. وأنت في الميدان، هناك يعني كل المنظمات التي تعمل في نهاية المطاف لديها راصدون بداخل تعز، أنت كمحامي بداخل هذه المدينة تشاهد معاناة الناس هناك ويعني تراقب هذا المشهد، برأيك كيف تقيم أداء منظمات حقوق الإنسان سواء المحلية أو الدولية بداخل المدينة، وإنصافها للضحايا بداخل المدنيين بداخل تعز؟ نعم أخي الكريم، نشكر أولا قناة بلقيس على هذه الاستضافة. في البداية نود أن نقول أن هناك تقصير كبير في الجانب الحقوقي بشكل عام، في جانب الرصد الجرائم والانتهاكات التي مورست ضد المدنيين خلال هذه الحرب في تعز. الجانب المدني، الجانب الحقوقي الذي يعمل داخل تعز، هناك نوع من عدم الخبرة، هناك نوع من العمل الغير المنظم، وبالتالي لم ينتج هذا العمل أي تقارير قوية ذات ثقل يمكن الاستناد إليها عند الحديث عن الانتهاكات التي مورست ضد المدنيين خلال هذه الحرب، وبخصوص بما يخص الحصار. هناك جهود شبه فردية، هناك جهود لمنظمات متواضعة، هناك جهود لإئتلاف بلغات يعني يعتبر أفضل من غيره، وبالتالي هذه الجهود في مجملها لم تكن عند قدر المستوى المطلوب. أما فيما يتعلق
في بالجانب الحقوقي الدولي والمنظمات الدولية الخارجية كان هناك نوع كبير من التواطؤ ضد هذه المدينة وضد الجرائم التي مورست ضد المدنيين فيها. كان هناك نوع من التعتيم، نوع من الإغفال، نوع من التجهيل. كان هناك تجهيل متعمد كما يمكن وصفه من خلال أن هذه المنظمات لم ترسل فرق رصد حقيقية أو مراقبين دوليين، بينما كان يمكنهم إرسال هذه الفرق وتوفير الأجواء المناسبة لهم في داخل مدينة تعز لرصد هذه الانتهاكات. هناك تقرير منظمة مواطنة، هذا التقرير الغير محايد، هذا التقرير الموجه والذي يخدم الميليشيا والذي يحاول تلطيف الصورة الدولية حول ميليشيا الحوثي وإغفال الجرائم والتجهيل بالجرائم التي ارتكبتها ومحاولة خلط الأوراق. هذا التقرير الذي نتج عن منظمة مواطنة استندت إليه منظمات دولية مثل منظمة العفو الدولية، وهذا شيء مؤسف. رأينا أن تقرير منظمة العفو استند بشكل أساسي على تقرير منظمة مواطنة، وهذا التقرير لم يكن محايد. يعني نحن لا نريد الآن يعني بسبب عدم وجود أناس من هذه المنظمة للرد لا نريد أن ندخل كثيرا في تحديد أسماء هذه المنظمات، لكن بشكل عام سيد عمر، هذا الأمر يعني وجود راصدين محليين هم من يقومون بمتابعة هذه الأمور والتواصل مع المنظمات الخارجية، هل هذا الأمر أفضل أم أن يعني إدخال راصدين غير يمنيين أو غير تعزيم بضرورة الحال سيكون أفضل بالنسبة للمدنيين ولرصد عملية رصد الضحايا ورصد انتهاكات التي تمارس بحقهم؟ بالنسبة لاختيار أشخاص الراصدين، لا يوجد هناك فرق سواء كانوا راصدين دوليين أو راصدين محليين. متى كان لدى هذه المنظمات وجهة نظر مسبقة وإرادة لتغيير الحقائق على الأرض وإظهار أمور يعني غير منافية للواقع ومختلفة عما هو حادث في الأرض، سواء كان هذا الراصد محلي أو راصد دولي، رأينا أن هناك تقارير يعني أشارت وكانت هناك انتقائية في أخذ الحالات التي تعرضها في تقاريرها، بينما أغفلت الجانب الأكبر من الجرائم، جرائم الحصار، جرائم الألغام، جرائم القمص، الجرائم الموجهة ضد المدنيين والتي ضحاياها بالآلاف والتي يعني لا يمكن إغفالها من خلال الضحايا، عدد الضحايا الرهيب في المدينة. كان هناك انتقائية في اختيار الحالات والحديث عنها في محاولة عن فقط تلميحات إلى هذه الجرائم، وبالتالي تسليط الضوء بشكل أكبر على الانتهاكات التي توجهها أو التي تنسب للمقاومة. أشكرك. في محاولة شيطنة المقاومة الشعبية وإظهارها بمظهر الشيطان وأن المقاومة هي التي ترتكب الانتهاكات، وفي محاولة تلميع صورة الحوثيين وهم الذين يرتكبون الجانب الأكبر والجزء الأكبر بشكل غير متناسب في العدد ولا في نوعية الجرائم المرتكبة ضد المدنيين. أشكرك. نعم. فعلي من قبل هذه المنظمات شيطنة المقاومة وتلميع صورة الحوثيين. أشكرك سيد عمر الحميري المحامي، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. بدقيقة أستاذ توفيق الحميدي، أبرز التوصيات التي خرج بها تقريركم هل نقلتها لنا؟ تقرير منظمة سامدة عن رفع الحصار الكلي على مدينة تعز وعدم معاقبة المواطنين بشكل جماعي لأن هذا الأمر مخالف للقانون. دعت اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان لأن تقوم بدورها في هذا الجانب، اعتبار التقرير وثيقة من وثائق التي يجب الأخذ بها في التحقيق في هذه الجرائم التي ارتكبت داخل مدينة تعز. نحن نقول هذا بداية الأمر، ولدينا تقارير نوعية بإذن الله خلال المرحلة القادمة وخلال هذا الشهر سيسلط الضوء عن انتهاكات نوعية على مستوى عموم الجمهورية بإذن الله. مسؤول الرصد والتوثيق بمنظمة سام للحقوق الأستاذ توفيق الحميدي، كنت معنا عبر السكايب من فيينا، شكرا جزيلا لك. أستاذ محمد، بسؤال أخير، برأيك هل الجهد الحقوقي الموجود لكشف ونقل معاناة اليمنيين في تعز وفي بقية مدن الجمهورية كافي؟ ما الذي يمكن وضعه أو عمله من إجراءات يعني عملية ل يعني تضخيم هذا الجهد والعمل بشكل أوفى تجاه حقوق هؤلاء؟
في الحقيقة أخي العزيز إلى هناك جهد جيد للرصد والتوثيق، ولكن بحاجة أيضا إلى إعادة إلى إدارة هذا الجهد بشكل أكثر تركيزا واحترافية. تقرير الأخير معبر الدحي لمنظمة سام هو خطوة أولى وجيدة في هذا السياق، لأنه يعني ركز على نقطة معينة، على قضية معينة، وقدم لها يعني جهد كبير، وبالتالي هناك رصد. لكن خلال الفترة الماضية لم يكن هناك مخرجات جيدة لعمليات الرصد تتناسب، وحجم التضليل الذي تمارسه بعض المنظمات المسيسة أو حتى يعني سواء بقصد أو دون قصد يعني. وبالتالي أعتقد أنه من الأهمية بمكان الآن ألا يترك فراغ في العمل الحقوقي من خلال تشغله المنظمات المسيسة أو التي لها أجندات تخدم قوى دولية معينة. أشكرك محمد الأحمدي الناشط الحقوقي والصحفي، كنت معنا في حلقة اليوم من المساء اليمني، كما هو شكر موصول لجميع الضيوف الذين كانوا معنا، وكذلك لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمان، وتحيات الزميلين أسامة القطيبي ومحمد المقبلي وأعضاء الفريق الفني للبرنامج. إلى اللقاء.